الرحمن الرحيم. اسمحوا لي طبعا النهاردة يعني أرحب بحضراتكم معايا في هذه الجولة المهمة لمحافظة المنيا، وبشرف بوجود زملائي معالي وزيرة التنمية المحلية ومعالي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومسؤولي وزارة الصحة، طبعا كلنا في ضيافة السيد محافظ المنيا. والحقيقة المنيا بتعتبر تاني زيارة ميدانية ليا بعد محافظة الأقصر في محافظة الصعيد. والحقيقة النهاردة يمكن يعني وأرجو أن حضراتكم نتابع المشروعات اللي احنا النهاردة بنتفقدها أو بنشوفها مع بعض. يمكن أحدق بأول شيء الوصول لمحافظة المنيا، وأرجو من السادة الصحفيين نفسهم وكل المسؤولين اللي معايا النهاردة، احنا وصلنا المنيا في خلال فترة حوالي ساعتين أو ساعتين ونص. الكلام ده منذ 5-6 سنوات كنا عشان نيجي المنيا ممكن ناخد 4 أو 5 ساعات، وبالتالي شبكة الطرق اللي اتعملت اللي هي بتربط مصر كلها النهاردة أعتقد يعني بترد على أي تساؤل النهاردة هو إحنا بنعمل شبكة الطرق دي ليه. لكن النهاردة أعتقد ده واضح تماما لينا القدرة على الوصول للمحافظة، ومش مجرد أن أنا أوصل، معنى كده أن بقت هذه المحافظة سهل أن أي استثمار يجي ويوصل لها، وبالتالي المناطق الصناعية اللي تبقى موجودة فيها تقدر أنها تشتغل، فرص عمل جديدة بتبدأ تزيد. الكلام ده بيتواكب مع النهاردة ان احنا بنزور 3 مراكز، وارجو ان احنا ناخد بالنا بعيدا عن العاصمة بتاعت المحافظة، احنا بنزور صملوط، مغاغة، والعدوة. وعلى فكرة دول مش من حتى المراكز الكبيرة، هم بيحتلوا مراتب بعد المنيا وملاوي. المنيا وملاوي هو اكبر مركزين، وبعديهم بتيجي يمكن صملوط، وبقية المراكز بتيجي في مراحل اخرى. وبالتالي احنا بنتكلم على مراكز طبيعية أو مراكز يعني ليست لها الأهمية الكبرى اللي كانت موجودة في المراكز الكبيرة اللي تعتبر زي عواصم المحافظات والكلام ده. لكن اللافت للنظر إذا كنا واخدين بالنا حجم المشروعات التنموية اللي الدولة نفذتها على في الـ3 مراكز دول. أنا هبدأ بمركز أول يعني وسبة فينا، وكانت هي مستشفى صملوط. مستشفى صملوط يمكن من أكتر من 3 سنين كان في زيارة ليها تفقد قبل ما كانت تتفتح زي العدوى دلوقتي بالظبط. الحمد لله النهاردة أكيد حضراتكم شفتوا بتشتغل بطاقة بكامل طاقتها، تستقبل كل المواطنين. الأهم بقت بتقدم خدمات ما كانتش النهاردة كانت متاحة جوه محافظة المنيا، خدمات متقدمة، عمليات جراحية بقت بتتعمل، عمليات بتصل إلى أورام سرطانية، خدمات في معالجة حاجات كثيرة جدا متقدمة لأهالينا. كان المواطن قبل كده بيضطر أنه يسافر عشان يتلقى هذه الخدمة، فده طبعا جزء مهم جدا من منظومة بناء الإنسان والتركيز على العنصر البشري اللي بيتقال دايما إحنا فين العنصر البشري وفين الصحة والتعليم. النهاردة زي ما حضراتكم شايفين مستشفى العدوى أيضا النهاردة بتخلص، وإن شاء الله الشهر الجاي هتكون دخلت التشغيل التجريبي مع كل المنظومة اللي موجودة في المنيا. والمنيا النهاردة اللي هي بتتكلم على 6.5 مليون نسمة هي واحدة من المحافظات إن شاء الله اللي هتدخل المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، وهتبقى من أكبر المحافظات، لأن كده بندخل في المحافظات ذات الوزن الثقيل. 6.5 مليون نسمة هيدخلوا منظومة التأمين الصحي الشامل قريبا إن شاء الله، فبنطمن على البنية الأساسية اللي موجودة. سمعت الشرح مسؤولين وزارة الصحة اللي بيأكدوا حجم التطوير اللي بيتم مش فقط عن مستشفيات، ولكن على وحدات الرعاية الصحية، على يعني حضراتكم إذا كنتوا خدتوا بالكم وإحنا ماشيين أنا بلتفت بشوف تطوير نقط الإسعاف والعربيات الإسعاف اللي موجودة، المطافي، كل الحاجات دي والخدمات اللي بقت بتصل للمواطن في أقاصي يعني المناطق الريفية والمناطق اللي كنا بنقول عليها مناطق يعني في أطراف المدن وبعيدا عن يعني دايما كان بيقول نظر الدولة والمسؤولين. لا الحمد لله النهاردة بالتأكيد ما زلنا نحتاج كتير، وده يمكن حيرجعني بعد كده إلى الرد الدولة ليه بتعمل كل الشغل ده. الجزء الثاني هو اللي احنا شفناه مع بعض في مركز مغاغة، محطة الصرف الصحي يعني هناك في القرية برطبات. والقرية دي خلينا نتكلم بس، المحطة دي بتخدم 300,000 نسمة في 17 قرية ما كانش عندهم صرف صحي قبل كده. النهاردة بس أنا حدي لحضراتكم رقم عشان تبقى بوضوح، في 2014 كان حجم تغطية خدمة الصرف الصحي
في المنيا في المناطق الريفية والقرى لا يتجاوز 10%، 10% فقط. الدولة اشتغلت قبل حياة كريمة، ضعفنا الرقم ده، بقينا 20%. إنما اللي احنا زي إذا كنت حركم ركزتوا معايا، مع انتهاء مشروعات المرحلة الأولى فقط من حياة كريمة، هتخلص كل مشروعات الصرف الصحي بتاعت حياة كريمة بنهاية شهر 3 القادم، هترتفع نسبة تغطية خدمة الصرف الصحي في المنيا إلى 60%، من 10% ل60% في 10 سنوات. يعني أنا بس بتوقف عند هذه الأرقام، وإن شاء الله مع اكتمال المرحلة الثانية والثالثة من حياة كريمة المنيا هتكون متغطية بنسبة 100% صرف صحي. أنا بقف هنا لأن كل ده حجم استثمار وإنفاق قامت بيه الدولة، وتانيا بقولها دي مش بنية أساسية، ده بنية إنسان. لما أتكلم على صحة بني آدم، لما أتكلم على خدمة صرف صحي كانت بتؤثر مرة أخرى على حياته وصحته، حتى شبكة الطرق إنها بتخليه بدل ما كان بيضيع في اليوم الواحد 4 و5 ساعات في مشوار، بقى النهاردة بتختصرها له للنصف. كل ده بناء إنسان مصري. أنا بقول هذا الكلام لأن الدولة إن شاء الله كل تركيزنا بإذن الله هنستمر في هذه المشروعات اللي بتخدم المواطن وبتصل له بصورة مباشرة. إحنا يمكن بعد هذا المؤتمر هننتقل لمحطة مياه الشرب برضو هنا المركز العدوى، وحنشوف قد إيه هو بيخدم حجم هائل من المواطنين اللي كانوا بيعتمدوا على يعني مصادر أخرى للمياه ممكن تكون كانت غير كافية، أو إن إحنا بنقول لا عايزينها تبقى أحسن من كده. الأهم النهاردة أنا بس هتوقف، إحنا طورنا في الصعيد ما يقرب من 60 محطة صرف صحي على مدار الفترة اللي فاتت، حولناهم كلهم إلى صرف ثنائي مطور أو ثلاثي. فالنهاردة بقيت قادر أستخدم المية بتاعتهم علشان إنها تستخدم، لأنها كانت بتنزل في المصارف، والمصارف دي بعد مسيرة طويلة ممكن بتصب على نهر النيل، عشان نضمن برضو نقاء المية بقدر الإمكان. كل ده حجم شغل النهاردة بيتعمل مع التطوير اللي بنعمله في المنشآت التعليمية. هل مازال هناك تحديات؟ بالتأكيد مازال هناك تحديات، وبالتأكيد محتاجين نشتغل تاني ونواصل الليل بالنهار عشان نكمل بقية المراكز اللي النهاردة بتقول طب اشمعنا احنا ما عندناش ليه صرف صحي وشبكات الطرق المحلية بتاعتنا ما اتطورتش. انا بقول هذا الكلام لان الدولة في سبيل الكلام ده عملت استثمارات ضخمة، وما كانش عندنا بديل غير ان احنا نعمل هذا الموضوع ونتحمل، وان احنا ممكن يبقى ده بيؤثر بصورة جزئية على زيادة الدين العام للدولة وزيادة الانفاق، ولكن ده اللي الدولة كانت محتاجة، لان من غير هذا الكلام ما كانش كل هذه المشروعات هتتعمل والمواطن ما يحصلش على هذه الخدمات. انا بقول ده لان دايما بنتابع كل ما يثار على الوسائل التواصل الاجتماعي وبيتقال طب الدولة كان مفروض تركز على الإنسان. المشروعات اللي أنا اتكلمت عليها النهاردة هو الإنسان المصري والتركيز على الإنسان المصري، حتى لو كانت الظاهر إنها مشروعات بنية أساسية، ولكن هي في الأساس بتستهدف بناء الإنسان المصري. أنا بأكد لهذا الموضوع لأن مرة أخرى عايز أختم، لأن طبعاً بتابع طبعاً ردود الأفعال بعد الزيادات اللي حصلت امبارح في موضوع الوقود، وخليني أذكر حضراتكم بمنتهى الشفافية، إحنا اتكلمنا على هذا الموضوع مع بعض وشرحت لحضراتكم مدى ما تتحملوا وتحملته الدولة من أعباء على نتيجة لزيادات أسعار الهائلة للمنتجات البترولية والوقود، واللي احنا تحملناه بصورة إضافية عشان ندبر موارد إضافية عشان نضمن عدم قطع الكهرباء مرة أخرى. واتكلمت بمنتهى الوضوح وقلت احنا مضطرين ان احنا نزود تدريجيا الأسعار من هنا لغاية نهاية 25، فبالتالي احنا بناخد خطواتنا بناء على هذا الموضوع. لكن اللي يمكن النقطة المهمة اللي أنا عايز أأكد عليها، وده كانت بالتنسيق سواء مع وزير البترول طبعا ومع حتى دراساتنا ورؤيتنا لإزاي إن إحنا نستهدف التضخم والدنيا تتحرك، إن إحنا اتفقنا مع الزيادة اللي حصلت امبارح إن إحنا مش هيحصل زيادة أخرى لمدة 6 أشهر القادمة، ودي علشان نعمل نوع من الثبات وإن إحنا نساعد في إنزال التضخم في الفترة الجاية. الأهم إن إحنا لما اتعملت الحسابات بتاعتنا كلها اتعملت على أساس إن كان سعر البرميل 80 دولار. طب النهاردة السعر 73. يبقى معنى كده إن لدينا فرصة إذا استقرت الأسعار في
في هذا على هذا المتوسط اللي هو 73 74 يبقى عندي فرصه كدوله ان انا ما زودش الاسعار بالصوره اللي انا كنت حاططها كخطه من هنا لغايه اخر 25. اللي انا عايز اكد عليه مره اخرى، احنا نعي تماما مدى يعني هذا الموضوع بيبقى مؤلم والناس بتشتكي منه، وانا تاني بقولها يعني ما فيش حكومه بتتمنى انها ترفع الاسعار، ولكن احنا بنبقى عارفين المنظومه وعارفين قد ايه احنا متحملين وحجم العبء الشديد جدا المالي اللي موجود على الدوله وعلى الحكومه، وازاي ان احنا بنحاول يعني بصوره او باخرى نمرر الجزء اليسير على المواطن، واحنا كدوله نتحمل وما زلنا بنتحمل الجزء الاكبر من هذا الموضوع. انا باكد على حضراتكم هذا التوجه لان ده اللي احنا مش هنغيره كمبدا، ان احنا بقدر الامكان الشرائح الدنيا من المواطنين نبقى احنا اللي بنشيل عنها العبء، حتى مع تحقيق التوازن سواء في خدمات الكهرباء في خدمات اي خدمات اخرى، دايما الشرائح اللي هي بتمثل الفئات المحدودة او الفئات المتوسطة هنكون بتراعى ويظل الدعم موجود حتى بعد ما نوصل لعملية التوازن. انا باكد هذا الموضوع لان ما عندناش بديل اخر لهذا الكلام، ويمكن هنشوف مع بعض المؤتمر الجاي باذن الله يوم الاربعاء معالي وزير البترول هيشرح لحضراتكم بالتفصيل هذا الموضوع وازاي ان احنا بنتحرك عشان استعادة عافية هذا القطاع المهم من الدولة. شكرا، انا بشكر حضراتكم جميعا. شكرا.